وطبعا سبب التساؤل ان السائل يفهم الغضب من زاويته السلبية، واحنا دايما بنقول غضب الانسان لا يصنع بر الله، دي الزاوية السلبية. لكن انا شرحت طبعا، يمكن صاحب السؤال لم يكن معنا حين شرحنا، انه الغضب واحدة من الطاقات الإيجابية اللي الله خلقها في الإنسان. ليه بقى؟ حتى تكون أداة لتصحيح الأخطاء. فيقول كده الإنجيل: فنظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. فإذا في غضب إيجابي، إن أنا أغضب بمحبة على الغلط اللي عمله ابني، وفي غضبي هذا وبخه، إن أخطأ إليك أخوك فوبخه. طبعا أخوك هنا أنت الكبير وهو الصغير، وهو اللي غلطان فأنت بتوبخه، وإن تاب فاغفر له. فإذا هنالك دور للغضب، للتقويم، للتوبيخ، للتصحيح، لكي أظهر عدم رضايا عما يحدث. ولكن كل ده تحت يافطة اسمها ايه؟ اغضبوا ولا تخطئوا. مشكلة الاعتيادات الناس انه حينما يغضبون ينفلت منهم العيار الانضباط، ويلخبطوا بقى، يلخبطوا في الجرح، يلخبطوا في الاهانة، في الدفاع عن نفس بطريقة سلبية وهكذا. لا، الغضب الصالح هو الذي يحقق مشيئة الله، وهو ده بقى الذي يحمدك، وبقية الغضب تتمنطق بها. هو ده، هذا هو الغضب اللي يمجد الله لأنه بينزع الشر، ويمجد الله لأنه بيوبخ الخطية، ويمجد الله لأنه يحقق مشيئة الله. مهم قوي أنك سألتني السؤال ده عشان أشرح الفرق بين الغضب الذي لا يصنع بر الله والغضب الذي يمجد الله.